عرفنا إعراب العدد وبينتها سابقاً أن الأعداد المركبة تكون مبنية على فتح الجزئين، سواء تكون في حالة الرفع أو في حالة النصب أو في حالة الجر. والأعداد المفردة مثل 3، 9، 10، أي من 3 إلى 10 تعامل، وكذلك المائة والألف تعامل معاملة الكلمة المفردة، أنه تكون مرفوعة بالضمة ومنصوبة بالفتحة ومجرورة بالياء. ونفس الحالة ألفاظ العقود تعامل معاملة جمع المذكر السالم بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. الآن صوغ العدد على وزن فاعل. أحيانا نحتاج إلى صياغة العدد على وزن فاعل، فنقول الثالثة، الرابعة، الخامسة، حتى نميز كيفية ترتيب المعدود. فالأعداد مثلا 2 إلى 10، 2 إلى 10 يصاغ على صيغة على وزن فاعل، فحينئذ ماذا يطابق المعدود في التعريف والتنكير؟ خلوها ببالكم. عندما يصاغ العدد من 2 إلى 10 على وزن فاعل، هنا يطابق المعدود في التعريف والتنكير، وكذلك في التذكير والتأنيث، وكذلك في التذكير والتأنيث. مثل ما نقول ستكون المباراة الثالثة غدا، الثالثة غدا. المباراة هنا معرف بأل ومؤنث، والثالثة أيضا جاء معرف بأل وأيضا مفرد مؤنث. إذن طابق المعدود في التعريف وهنا في التأنيث. وقرأت الفصل الرابع من الكتاب، الفصل الرابع أيضا طابق المعدود في التعريف والتذكير. أما العدد 1 فيستغنى على وزن، يعني ما يعني لا يأتي على صيغة فاعل، وإنما نقول الأول للمذكر والأولى لترتيب المؤنث. مثلا نقول حفظت المقامة الأولى، حفظت المقامة الأولى. إذا نخليها ببالنا الأعداد المفردة من 2 إلى 10 تطابق المعدود عندما يأتي على صيغة وزن فاعل في التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث. ما عدا العدد 1 لا يمكن أن يأتي على صيغة فاعل أو فاعلة، وإنما نقول الأول للمذكر والأولى للمؤنث. أما الأعداد المركبة من 11 إلى 19 يصاغ فقط الجزء الأول على صيغة فاعل أو فاعلة، فقط الأول على صيغة فاعل أو فاعلة، لكن يبقى الجزء الثاني على حاله. فمثلا نقول فرغت من التمرين الرابع، الرابع عشر، أو حفظت المقامة السادسة عشرة. فهنا السادسة والرابع هنا طابق المعدود في التعريف والتذكير، وهنا طابق المعدود في التعريف والتأنيث، وجاء على صيغة فقط الجزء الأول. خلوها ببالكم إذا جاء العدد مركب فقط يصاغ الجزء الأول على صيغة وزن فاعل، وأيضا يبنى على فتح الجزء مثل ما معربنا 11 12، كذلك 14 14 يبنى على فتح الجزئين سواء كان في محل رفع أو نصب أو جر. أما الأعداد المشتملة على حرف العطف، يعني مثلا نقول 33، 43، كيف يصاغ على صيغة وزن فاعل؟ يصاغ من المعطوف عليه على وزن فاعل أو فاعلة، يعني فقط المعطوف، فقط المعطوف. فنقول انقضى اليوم 29 من نيسان، 29، فهنا أخذ الجزء الأول على صيغة وزن فاعل، على صيغة وزن فاعل، والعشرون هنا معطوفة على التاسع وجاء مرفوع بالواو، لأن التاسع هنا أيضا مرفوع بالضمة. ومثله شاهدت الحلقة 35، 35 جاء أيضا على صيغة الجزء الأول فقط على صيغة وزن فاعل، وجاء مطابق المعدود في التعريف والتذكير، والثلاثين معطوفة على الخامسة ويكون أيضا منصوب وعلامة
أيضا نصبه الياء، علامة نصبه الياء. أما الماءة والألف يبقان هذان اللفظان على حالهما، طلاب يبقان هذان اللفظان على حالهما، فيقال الفصل الألف والماءة والمقامة الألف والماءة، تمام؟ لأن ما يجوز أن نصيغ على صيغة وزن فاعل، على صيغة وزن فاعل. الآن